التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات تذهب في التنافس والتحدي مع ثاني أشواطنا الصباحية لهذا اليوم، حيث ينطلق هذا الشوط معلن عن حضور هذه الأسماء التي تقارب الأربعين خابط في مشاركة متميزة لهذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل من الملاك والمضمرين من دول مجلس التعاون. فأهلا وسهلا بكل الأحبة في منافساتهم الشيقة في أرضية ميدان دستور. الميدان يفتح أبواب لكل المشاركين والمتحدين والمتنافسين إلى مقدمة الشوط مع شوطنا الخاص بالقعدان الرئيسي. هذه انطلاق تدالوب يسيطر على المركز الأول، مبارك بن حمد الجديلي على صدارة الشوط. المركز الثاني وصل هملول، خالد بن سليمي بن حمود العمري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يأتي شعار بن منانة مع وجود شايش في هذا اللقاء، سالم بن سعيد بن منانة. بينما المركز الرابع وصل وتقدم الصيرمي عبد الله بن راشد بن سرداح الاكتبي يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس في هذه اللحظات وصول من قبل مناور لمحمد بن أحمد بن سالم الوهيبي. أما المركز السادس فيأتي مبشر عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي. المركز السابع الآن يتقدم في هذه اللحظات، ها هو ملبي سهيل بن عبيد بن يميع يحضر في المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الآخر النداوي خميس بن عبد الله بن حميدان المنصوري المركز الثامن. هناك وصول من قبل نجد محمد بن حميد بن خيري الجنيبي. المركز التاسع الآن هذا اللي وصل المورخ، هنا ياتي سعيد بن عامر بن سالم المغيري يحتل الثامن التاسع. بينما المركز العاشر، المركز العاشر هذا اللي وصل هنا مرفوق لزايد بن سالم بن خميس او زايد بن سالم الهاشمي يحتل المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا اللقاء. لكن نعود الى الصدارة ما شاء الله الى دالوب. دالوب مبارك بن حمد بن علي الجديلي لا زال مسيطر، لا زال مسيطر الكيلو الاخير في لقاء هذا الشهر. بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصل هملول لخالد بن سليمي بن سالم بن حمود العمري. بينما المركز الثالث اول ندى للمهلهل، المهلهل سعيد بن مبارك بن خميس العمري يتقدم الى المركز الثالث الثاني. بينما المركز الثالث هذا هو مرفوق زايد بن سالم بن زايد الهاشمي يحتل المركز الثالث. مورخ في المركز الرابع المغيري واصل مع مورخ اللي يتواجد سعيد بن عامر المغيري في المركز الثالث. المركز الخامس بن سرداح عبد الله بن راشد بن سرداح الاكتبي. هذه النتيجه للخماسيه، النتيجه للخماسيه. لكن الجديلي لا زال مع دالوب، مع دالوب هو المسيطر، هو المسيطر. نهر من انهار المياه العذبه. لكن شوف المغيري ياتي مع مورخ، مع مورخ، مع مورخ يبغي يترخ هذا التاريخ اليوم. يا سلام، سعيد بن عامر المغيري ينتزع ناموسي هذا الشوط. ها هو مورخ في المركز الاول في ناموسي هذا الشوط، ينتزع الصداره، ينتزع الناموس والمركز الاول ما شاء الله. مورخ اذا سعيد بن عامر المغيري منتزع ناموسي هذا الشوط، مسجلا تحقيق انتصار على ارضيه ميدان دستور اول الاشواط الصباحيه. Good morning اهالي السلطنة. مورخ سعيد بن عامر المغيري منتزع الناموس. المركز الثاني وصل دالوب مبارك بن حمد اليديلي. المركز الثالث هنا في هذا اللقاء يصل مهلهل سعيد بن مبارك بن خميس العمري. المركز الرابع وصل ناصي محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي. والمركز الخامس، المركز الخامس شيبوب لأسعد بن عبيد الزرعي هو محتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، هكذا التحدي، هكذا الانطلاق والإصرار على الفوز والتحدي. هنا دالوب محققا 4 دقائق 29 ثانية، جزئين من الثانية.
أو مورخ اللي يحتل الصدارة والناموس في هذا اللقاء. سعيد بن عامر بن سالم المغيري منتزعا الناموس ومحققا التوقيت الأفضل حتى اللحظة. المركز الثاني 4:30 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك كيدالوب على هذا الفوز والانتصار هنا في هذا اللقاء حيث كان حاضرا. مبارك بن حمد بن علي اليديلي. أما المركز الثالث فيأتي من خلال المهلهل مبارك بن خميس العمري ب4:31، 4 أجزاء من الثانية ليحقق كذلك انتصار وتألق في هذا اللقاء.